ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم السبت الموافق 14 اكتوبر 14/10/2023. بالنسبة ليك النهاردة، نجاحاتك الحالية ما هي الا تراكمات لسنوات طويلة كنت دايما بتشتغل وبتجاهد وبتصبر. هتتعلم ان في اهداف تانية لازم تحققها قريبا، وده بفضل مجهودك والنتائج اللي انت وصلت لها. هتحدد قراراتك وتبص للمستقبل اللي هيعتبر مبهر جدا. النهاردة اموالك في زيادة وهتتحسن ماليا، هيطول انتظاره. ممكن تلاقي فرصة جديدة عشان تزيد بيها دخلك. خليك حريص دايما علشان ما تصرفش في انفاقك او تاخد قرارات مالية ممكن تبقى متهورة. عندك استمرار في التركيز على اهدافك واولوياتك، وهتبقى واثق جدا ان الكون هيوفر ليك كل اللي انت محتاجه. هتعيش حياة سعيدة جدا وهادية، وده بفضل الحب والتفاهم اللي بينك وبين حبيبك. خليك حريص بس انك تقوي العلاقة دي طول الوقت. ممارستك للرياضة من وقت للتاني هتساعدك عشان تحس باسترخائك، وتتبع نظام غذائي صحي هيساعدك في انك تحافظ على رشاقتك مع مرور الوقت. فترتك فترة ممتازة من كل النواحي، هتخصص للفترة دي عشان تستمر في السعي والنجاح، وهيبقى حليفك ان شاء الله في النهاية. هتوصل للهدف اللي انت كنت بتحلم بيه طول الوقت.